اصحاب الصليبة رمز رمز. بسم الله والابن والروح القدس اله واحد امين. كل سنه وانتم طيبين. بمناسبه عيد العذراء، بركه العذراء تكون معاكم وفي بيوتكم كلكم يا رب، وتحط سلامها وفرحها وقداستها في بيوت الجميع. هو اللي اختار الموضوع بتاع النهارده التايتل صعب شويه مش كده؟ مين اللي اختار التايتل ده؟ انا صح. حرس سد. وبعد كده بعد ما اتكلمت مع الشريف وقلت حرس سد، قلت هنطلع منها ازاي دي؟ صحيح. نتكلم مع بعض. انتوا عارفين انا ما بحبش ان انا اقعد اتكلم وكده وبعد كده يعني نصلي ونمشي. لا، انا احب ان احنا نتكلم مع بعض. اول حاجه هي ثلاث نقط، يعني امتى، يعني امتى بتحصل حرس سد؟ تاني حاجه بشعر بايه؟ نعالجها ازاي؟ احنا مش هنوصل نعالجها ازاي كده مره واحده، يعني مش هتبقى سهله كده يعني. فاول حاجه ايه الحاجات اللي بتحصل وبامانه انا النقطه دي انا عايزكم انتوا تقولوا، انا مش محضر حاجه في النقطه دي. يعني امتى ولما حد يتكلم يا جماعه مش معناه ان هم في البيت ده بايدي سفر من الموضوع ده، علشان ايه؟ ساعات النقطه دي بتخوف الكل ان هو يتكلم. يعني انت بتقول حاجه حصلت في البيت عندك، عند اختك، عند اختك، عند اخوك، اخوكي، حد من اصحابك. فالخبره اللي انتوا بتعرفوها، ايه اللي بيخلي الدنيا توصل لحرسد كوكي؟ مفيش كوميونيكيشن. ماشي، حلو. ده رقم واحد، ده اهم حاجه طبعا. اوكي، ايه اللي بيخلي يوصل مارينا؟ اللي بيسموه اللي هو ايه، الخرس الزوجي او الاعتياديه، بقى في روتين، يعني بقى الحاله روتينيه. ماشي، ايه تاني؟ مايكل كنت هيقول حاجه. الاصرار، العند. بالظبط كده، العند ده اساسي. برافو عليك، كويس جدا. محدش عايز يتنازل عن النقطة وبالتالي انت مش محترم. والاثنين يعني الاثنين مع بعض، يعني انا علشان انا مش محترم فانا مش هتنازل. بالظبط، عدم الاحترام اللي بيؤدي الى عدم التنازل. انا مش محترم النقطة بتاعتك او بتاعتك، فمش هتنازل عن بتاعتي، لان انا اصلا شايف ان نقطتك او نقطتك is not valid. يس، اتفضل. absolutely right. وده سبب، يعني هو لما الانجيل قال هذا السر عظيم، لو احنا اتكلمنا عن الموضوع ده قبل كده، قال هذا السر عظيم ولكن اقول من نحو المسيح والكنيسه، والمسيح والكنيسه واحد. فهذا السر عظيم لما نبقى ماشيين بالوحدانيه بتاعه المسيح والكنيسه 100%. ايه تاني؟ طب ايه المواضيع اللي غالبا بنوصل فيها مع بعض لحرسد؟ يعني احنا قلنا، انت قلتوا كوميونيكيشن، في ناس قالت علشان ما فيش تنازل وما فيش احترام، قلتوا الاصرار، العند، الفتور او الخرس الزوجي او الحاجات دي كلها. طب او عدم الوحدانيه، ابسولوتلي ده رقم يعني on top of the list. ايه المواضيع بقى اللي غالبا بنوصل فيها لديد اند كوكي؟ دي فزورة يعني ولا لا؟ اللي هي ايه بقى؟ اللي غالبا بتبقى ايه؟ اديني امثله. انا غالبا انا بسالكم فعلا، مش بمتحنكم يعني، انا بسال. ليه؟ ميك سنس يا ريمون، صحيح. ما فكرتش انا الموضوع ده. لا، ايه هي المواضيع؟ احنا بنتكلم في، انتوا عارفين الموضوع. اوكي،
حتى حرست. هي قالت لي حتى يعني تربية الأولاد الفاينانشال ماترز. إيه تاني؟ الحاجات اللي قلتها هنا اللي ليها علاقة بالرضاعة اللي مش هتتغير. يعني مثلا هكمل على كلام رنا، مثلا لو الطرف التاني هو بطبعه أو بالباك جراوند بتاع البيت هو مش بيساعد مراته مثلا، أنا مهما أتكلم هو مش هيساعدني. طلع لو هو متربي على كده ولو هو طالع بالباك جراوند دي. طبعا مثلا لو هو مثلا زي بخيل مثلا، مهما أتكلم هيتغير إزاي؟ الحاجات اللي ليها علاقة بالطباع هو انا كده انا هخرج مع اصحابي كل يوم ثلاث ما حدش يكلمني، اهو دي حرس هاد. لا ده خميس ازوق. لو ثلاث لا، عشان كده قلت الثلاث لو تاخدي بالك. لا لا كويس، من عايز الافكار دي. Absolutely. So far الاربع حاجات top of the list، طبعا ممكن تبقى حاجات تانية top of the list، يعني التربية الأولاد، الحاجات المادية، الطباع اللي مش هتتغير، أو ممكن تبقى الطرف يعني العائلات the families the extended families برا بابا وماما هنا وبابا the in-laws let's put it under the in-laws. ممكن تبقى برضو يعني الاهتمام بالنفس، يعني هو ممكن أنا كزوج شايف ان مراتي ممكن تاخد بالها من نفسها بطريقه معينه، الزوجه لا انا هو كده تقبلني كده، والعكس والزوجه تبقى متوقعه من زوجها يبقى بطريقه معينه، لا هو انا كده ومش هتغير، سواء في الطبع او في الشكل او في التعامل او في المبادئ الاجتماعيه مع الناس. يعني ممكن تخش تبع الطباع. يا ده في حاجات كده انتوا يعني. احنا كده نوصل حيره صد مع بعض. طب ايه تاني؟ هل حاجات تانية ممكن توصل فيها؟ وانا السماعة فينا عشان ما اعرفش منها. في حاجة تانية ممكن نوصل فيها الحرسات؟ يعني هل في حاجات انتوا شايفين ان ممكن دي تبقى موضوع لحرسات؟ انا مش بامتحنكم بامانة، انا بسأل يعني عشان نكمل يعني. طيب السؤال التاني، ايه اللي بشعر بيه او ايه اللي بيحصل؟ على فكره عايز اقول لكم حاجه، هقول لكم حاجه فاني الاول قبل ما اقول لكم الحكايه دي. في اليوم فرحنا انا ومارو لما بحكايه الحاره السد دي، تعرفين زمان بقى ايه انتوا يعني المصوراتي مش هو اللي بيجي بقى ويروح معاك ويلف، انتوا احنا اللي بنروح للايه للمصوراتي والاستوديو وحط باك جراوند ويشير ويحط مش عارف. احنا داخلين بقى المصوراتي كان مشغل ايه اغنيه، والاغنيه دي كانت ايه طريقك مسدود النزع. علامة ظاهرة جدا، بس للأسف كملت برضو يعني. Speaking of، هي ما عارفة هي بتحكيها لكل حد. في mutual feeling يعني، احنا متفقين في الحكاية. النقطة الثانية، ايه اللي بيحصل او ايه الاعراض؟ هقول لكم على حاجة، لما يعني بحب ان احنا نتكلم في موضوع هقرأ مثلا حاجة في الانجيل، حاجة في الكتب الروحية من الكتاب بتوعنا، وبحب اخد اشوف يعني الناس اللي بره بتفكر ازاي. فاي تايبت على جوجل ايه what to do when you reach a dead end in your relationship. I would say the top 50 search results كانت على ايه؟ دي في الثلاثين الأخرانيين. أول عشرين إيه؟ How to end it exactly. How to end it يعني in nowadays language is in nowadays يعني solution to a dead end is end it. يعني how to end فين وفين عبال ما لقيت how to revive أو how to survive a dead end relationship. It's like to find it, it's not easy. يعني you have to literally search it with this word. يعني how to survive or revive.
فالعالم لما تروح لحد وتقول له احنا ديد اند، يعني اسهل حاجه في الكونسلرز حتى ناو دايز كونسلرز، هيقول لك ايه؟ جست اند ات. تعالك من ده بايه؟ جست اند ات، ريح نفسك دماغ. اوكي anyway. ف ايه اللي بيحصل او ايه اللي بنحس بيه لما بنكون، ايه الاعراض بتاعت الديد اند؟ احنا وصلنا للديد اند، ايه الاعراض؟ ايه السيمبتومز؟ لو معالج بافتراض ان احنا مش بنعالجها، اوكي، لو ديد اند ومش بنعالجه، ايه الاعراض؟ في كتير بقى، دي انا محضرها. ف اتفضل. فتور، عصبيه، خناق كتير، عدم تفاهم، عدم حب في قعده اليوم. انت هتقوليهم كلهم مره، انت ما في انا لا لا سو عدم تفاهم، تذمر، عصبيه، اوكي. ايه تاني؟ في حاجات كتير تانية على فكره. احباط، ثانك يو. نعم، ما احباط بقى، ما الهروب. يس، الهروب على فكره دي بتحصل كتير، يعني من ضمن الحاجات اللي احنا يعني هنقولها كمان شويه، ان الديزاير فور سبيس بي انكريز. ان انا عايز الاول، يعني اول نقطه ان الاعجاب اللي انا ابتديت فيه بيه مش موجود. يعني انا كنت شايف يعني خطيبتي دي ومراتي حاجه يعني ايه، يعني طالع بيها السما. اول ما نوصل لفيو ديد اندز، بليز ليف مالون، يعني اي دونت، انا مش عارف اصلا ايه اللي انا عملته في حياتي يعني. وهكذا برضو الست، يعني جوزي ده انسان وراجل ويعني طلعوا بيه السما خالص. او ما ديد يعني ليه، ما انا كنت قاعده في بيت بابا وماما وكنت مرتاحه ومش عارف يعني، وبيجي لي الشاي لغايه عندي والاكل بيجي لغايه السرير والحاجات دي كلها يعني. فالديزاير فور سبيس بي انكريز، وبالتالي الواحد بيحاول يدور على اي حاجه او اي اكسكيوز ما يبقاش فيه كوميونيكيشن. ام افويدنج كوميونيكيشن، اقعد بره بقى لغايه لما هي تنام، اقعد على الفيسبوك، اروح مع العيال والعب، ان انا بربي العيال وبلعب معاهم، dont come and talk to me، عندي شغل، عندي خدمه، whatever يعني. اوكي، ام افويدنج كوميونيكيشن، ميك سنس. اوكي، ايه تاني؟ ان في حاجات كتير خالص. ما هو ده ديد اند، ما هو انت مش شايفه امل، ده اللي احنا بنتكلم فيه اكزاكتلي. مش شايفه واي اوت، انت وصلت لحاجه سد. اوكي ابسولوتلي. اللي بيحصل كمان، اللي بعد ما بيحصل كده، ان انا كل يوم بشوف الطرف الاخر في عيوب اكتر. انا بقى عمال ايه، عمال اكون كيس بقى، ما انا عمال ايه، عمال ابيلد اب ا كيس. Yes. هي وده صح، والديد اند ده بيوصل في حاجات كتير. بس هي احنا في الجواز، هو ده زي ما هنقول كمان شويه، هو مفيش واي اوت. اوكي، مع الاصحاب ممكن احط حدود، ممكن اسيب اصحابي، ممكن ابقى مع اصحاب مع ناس تانية، الشغل ممكن اسيبه، يعني في اي حاجه فيها another يعني alternative. بس الجواز يعني ما انا وهي، او هي وانا واحد، فالالترناتيف يعني ما ينفعش بقى الاصحاب دول مش عاجبني اشوف لي شله غير، يعني ما ينفعش. يعني جواز قبط يعني زي بيقول، يعني هو كده يعني. واخدين بالنا؟ فلما بنوصل لديد اند، وده عدو الخير طبعا، بيقعد ايه، بيقعد يزود فيها بقى. اشوف اهو ده طلع كمان عينه دي، ده طلع مش نظيف، ده طلع مش اورجنايز، ده طلع ما بيعرفش يربي الاولاد، ده كسلان قوي، ده حتى ما بيعملش ايه بعد ما يقوم من النوم، ما بيوضبش السرير، يعني حاجات بقى ايه الصغيره قوي. بص طريقه اكله بقت عامله ازاي، والطريقه بيكلم يعني ايه بقى، حاجات عارفين اللي يقول لك حبيبك تبلع له الزلط وعدوك تتمنى له، تبقى ماسك كده عدسه مكبره، وكل يوم بتقرب بتقرب بتقرب، وعمال تشوف العيوب اللي في الايه في الطرف الاخر. بيحصل ولا ما بيحصلش؟ طبعا ده ما بيساعدش خالص ان احنا نوصل لحل، لان I'm building up a big wall.
يعني sometimes أنا اللي ببني الحارة السد دي. يعني sometimes الحارة السد دي مش عشان مسدودة بس أنا اللي عمال أسدها. لأن بدل ما أشتغل بطريقة إيجابية بشتغل بطريقة إيه؟ سلبية. نعم كمان إيه اللي بيحصل تاني؟ بتأثر على علاقتي مع ربنا. المفروض تبقى العكس بس بتأثر علاقتي مع ربنا. ما أنت يا رب اللي وقعتنا في الجوازة دي. دايما إحنا أي حاجة بتحصل رقم واحد متهم هو مين؟ ربنا. أنت ليه يا رب سمحت بكده؟ أنت ليه سمحت أتجوز مراتي؟ أنت ليه سمحتني أتجوز يعني هو ده يبقى جوز؟ وهكذا بقى. بتأثر على شغلي، مش عارف أركز في الشغل. صح؟ وبقى قاعد بشتغل ومش عايز الشغل يخلص بقى، ما أنا هو يخلص معناها أروح. فأنا عمال أشتغل وبفكر لما أروح هعمل إيه؟ هعمل إيه؟ هيحصل إيه؟ يعني البيت بدل ما يعني other words بدل ما البيت يبقى مكان راحة بقى البيت مكان إيه؟ تعب، بقى مرعب. لكن خايف أخش البيت. هيأثر على الولاد، ده لسه جاية طبعاً. ده لو في ولادي بقى يبقى المشكلة مشكلتين ثلاثة أربعة يعني. بتحصل أو بتحصلش؟ بتحصل. للأسف في بعض كمان يعني في بعض الحالات ده بيؤدي إن الإنسان يشوف راحته في حتة تاني. مفهومة يعني؟ واخدين بالنا؟ ما أنا مش لاقي راحتي في البيت بس أنا بحب أرتاح وبحب اللي يريحني وبيحب اللي جاملني يقول لي كلمة حلوة ويطبطب عليا ويحضني ويبوسني ماشي مع الاثنين. للأسف وصلنا للعصر اللي بقت ماشي مع الاثنين يعني. بقى في مساواة في كل حاجة دلوقتي يا جورج. فللأسف طبعا عدو الخير يعني ايه بيستغل الحاجات دي وبتلاقي الطرف في طرف من الطرفين او يمكن الطرفين كل واحد ايه انا وصلت الحارة سد مع دي او وصلت حضن مع ده، طيب نشوف بقى يعني ايه نشوف حل تاني. بس احنا عايشين مع بعض بس انا مبسوط في حتة تاني. واخدين بالنا؟ وكلنا طبعا عارفين يعني ايه المعنى الحاجات دي. من الحاجات اللي بتحصل ان انا مش عارف اعمل رؤية واضحة للمستقبل. انا قلقان يعني طب احنا لو احنا كده النهاردة احنا عينا لسه صغيرين، طب احنا كمان 15 سنين من دلوقتي هيكون وضع العيلة ايه؟ احنا لو فضلنا على كده هيحصل ايه؟ يعني انا وهو او انا وهي من يعني بعد المشكلة دي واكيد هتحصل مشاكل تانية وهنخبط في بعض كتير، طب يا ترى مين اللي هيربي العيال؟ طب وهيتربوا ازاي؟ طب وفاينانشال هنعرف نسابورت ايتش اذر ازاي؟ طب هنرجع ازاي؟ يا ترى نعرف نرجع زي زمان ولا مش هنعرف؟ وهكذا كل الاسئله دي بتيجي في ذهن الواحد. نعم؟ انكزايتي طبعا. ودي بتؤدي الى الاحباط والى الدبريشن والحاجات اللي زي كده يعني. فدي كلها الانسان لما يوصل للحاجات دي بيبقى هو ده الديد اند بقى. السؤال بعد ما قلنا رقم واحد اتنين رقم تلاتة بقى اللي هتاخد معنا الوقت، الديد اند ده بقى نحله ازاي؟ انا عايزكم تقولولي عشان انا مش عارف. يا دولاجي اتفضل يا دولاجي. أكيد طبعا. أكيد. ودي احد الاسباب اللي بتؤدي الى واحد بيحاول والتاني لا. وكلنا متفقين ان لازم يعني it's a two way street،
يعني لازم الطرفين. هو السؤال بقى اللي محدش فينا هيعرف يجاوبه، مين اللي يبتدي؟ بص انت قلت الراجل يبتدي. ماشي يا دولاجي، ثانك يو يا دولاجي. That's part of the process. Yes. وده يعني انا كنت هقول اكشولي يعني انتوا اللي انت ودولاجي صح، بس انا كنت هقول اول خطوه ان احنا نحاول ما نوصلش لديد اند. يعني هي الاسباب اللي احنا قلناها في اول حاجه خالص اللي هي lack of communication، وقلنا الاصرار والتعنت والعند والحاجات دي كلها، يعني نحاول ان احنا نتفاداها علشان ما نوصلش لديد اند. لان لما نوصل لديد اند الحل هيبقى اصعب. في حل، if there is always a way there is always, if there is always a will there is always a way. يعني بس علشان دايما زي ما بنقول الوقايه خير من العلاج. فانا قبل ما اوصل لحال حاره سد واقول طب اعمل ايه، انا خلاص وصلت لحاره سد، تعالوا نجاهد ان احنا ما نوصلش لحاره سد. يعني احنا لو انا خايف من ايه، من موقف، طب try to avoid it. يعني مثلا انا خايف من ايه، انا يعني حاجة بسيطة جدا، أنا أولادي بيكبروا وده هيخشوا كوليج، أنا خايف لما يوصلوا الكوليج هيبقى في مثلا أزمة فاينانشال. طب نعمل إيه؟ نحاول من دلوقتي to avoid the situation ده. أنا بدي very simple example يعني. فأنا عارف إن أنا لو وصلت الحارة سد مع فلان أو فلانة it's not going to be very easy. طب let us avoid it الأول. فأول خطوة يمكن it does not make sense، بس يعني it makes sense to us يعني، ونحاول نعملها ان احنا نحاول ما نوصلش لحاره سد. That's a whole different topic يعني، بس عشان نركز في التوبيك بتاع النهارده. given that ان احنا وصلنا لحاره سد هنعمل ايه؟ كل اللي انت قلتوه ده بقى يعني الاسباب اللي احنا قلناها والسيمتومز اللي احنا قلناها، احنا وصلنا لحاره سد وكل السيمتومز اللي قدسك قلت عليها دي موجوده، هنعمل ايه؟ اتفضل. absolutely right. اللي انت بتقوله ده لو يعني هفترض ان المحبه لسه موجوده بتاعه زمان، لو لان المحبه لو موجوده ده زمان مش المفروض ان احنا نوصل لحاله سد. ما هو التسامح ده احنا نوصل لدي، يعني انا هوصل لدي، بس قبل دي انا هبتدي بايه الاول؟ انا عشان اسامح، يعني انا عشان اللي انا ابتدت بتقوله ده عشان اسامح لازم ايه المينتاليتي بتاعتي تكون موجوده. حاجه حد هنا قالها يعني ده المفروض يبقى اول حاجه، لان التسامح اللي احنا بنقول عليه واحنا قاعدين ده في المواقف دي مش سهل جدا. ليتس بي فرانك مع بعض، يعني كلمه تسامح، حاضر يا مندي واحد، كلمه تسامح يعني ايه؟ حد عارف ايه الديفينيشن بتاع التسامح؟ forgiveness. This is what you do. بس ايه الديفينيشن بتاع التسامح؟ التسامح، التسامح الصح.
المسيح لما سامحنا عمل ايه عشان تفهموا الموضوع؟ ضحى. وايه تاني؟ تغفر. فتغفر دي يعني ايه؟ انت كانك كده الاباء بيقول لك ايه، انت قطعت صق المديونيه. يعني انت كده بيني وبينك انت عملت فيا غلط، بس انا مسامحك. You do not owe me anything. ده التسامح الصح. يعني انا المسيح جه كده وقال انتوا اخطئتوا كتير، بس انا قطعت الصق الخطيه دي كلها وفادتكم كلكم. فانا لما سامح حد، لما انا اجي اسامح مراتي اقول لها انت غلطت فيا، او الزوجه بتقول له انت غلطت فيا، بس انا قطعت ده فتفيد. انت مش مديون لي بحاجه، انا سامحتك، بس تعال نصلح ونشوف نعمل ايه. عشان اوصل للنقطه دي مش سهله، ولازم نعترف بكده عشان نجاهد فيها. يعني احنا التسامح ده احنا بنقوله واحنا قاعدين كده في الصاله وتكييف ونور واجتماع ولزاز كده مع بعض، بس في المواقف دي when we are at a dead end الايجو بيظهر اكتر بقى. هو اللي غلط، هو اللي يعتذر، هي اللي غلطت هي اللي تعتذر. اصل انا لو انا اعتذرت هي هتاخد على كده. هو لو انا خليته هو ما يعتذرش وفوت الموضوع، هو هياخد على كده. ده اللي بيظهر بقى، والشيطان طبعا. فانا عشان قبل ما اوصل، بس انا دي نقطه جايه، يعني هي المحبه والتسامح. بس في الاول خالص هبتدي بايه؟ ريمو كنت هتقص حاجه وراجل او اتفضل. اعتقد ان هو الاثنين المفروض يفكروا على السبب يكملوا عشان ده هتيجي ليتر برضو. بس انا شايف ان دي بدايه. انا شايف ان دي بدايه، ان انا لازم ابقى عارف او افكر انا محتاج اكمل في اسد الحيطه اللي اتبنت علشان في عيال، علشان لازم نكمل مع بعض، علشان نحاول نبتدي تاني ونشوف الحيطه دي اتبنت ليه. يعني قصدي لازم ادور على السبب علشان اقدر ابتدي من الاول واهد الحيطه. السبب ده لو انا عايز احل. انا مش عايز احل، انا كده وصلت لحاله سد. هنوصل لدي برضو في الاول خالص. ها لا قبل الكوميونيكيشن. دي رقم 2. يعرف ازاي يمشي الدنيا، لان الموضوع مش يعني هي الايجو بتطلع والكلام ده كله، بس في الاخر احنا بنفول. دي هتبقى رقم 2. هي رقم 1 على فكره مش حاجه هعملها، هي المفروض حاجه ما اعملهاش عشان اسهلها لكم. اتفضل يا مون. ايوه هنوصل اهو. ايوه هي دي بقى اللي انا بالظبط اللي عايز اوصلها. ايه بقى دي بقى المفروض ابتدي بايه بقى اللي انت بتقوله ده؟ بس انا بتعقب على اللي انت قول، العلاقه بيني وبين مديري بنسميها ترانزاكشنال ريليشن شيب. يعني تديني اديك، تديني شغل اديك فلوس، وكل واحد بيافويد ان هو الكونفرنت عشان فده بنسميها ترانزاكشنال. ده تفرق طبعا مع لو وصلنا احنا زوج وزوجه ترانزاكشنال، دي هتبقى تغسل المواعين واديك مثلا $50. I understand. Yes, yes. يقبل اللي قدامه. Yeah, yeah. انا
لا ما انا من عارف انا بعمل كده مع مديري وعصر عليه ليمونه عشان في الاخر ده اللي هيديني الشيك في الاخر. That's different. وهو برضو عصر عليه ليمونه عشان بخلص له شغله. لا بس في فرق يا ابونا، في واحد مثلا بيسيب اشغال كتير ما عندوش المايند دي. انا لو ضايقني هتخانق هسيب شغلي هروح غيره هتخانق هسيب شغلي، فده ما عندوش الحته بتاعت ان yes. You're right. Yeah. ده بيتعب جدا ده برضو. دودو كنت هتقول حاجه؟ قربتي قربتي صح بس بالظبط كده. هي لما دولنا بتقول اول حاجه علشان نبتدي نحل في الحر السد لازم الغي من دماغي كلمه اسمها انفصال. مخك يتظبط على كده. الانفصال is not an option. It's not an option. لو انا عارفين الايه يقول لك من وضع يدع المحراث لا ينزل وراء. خلاص يعني انا الانفصال فلازم هنحل زي ما رمون قال احنا واحد ما فيش اوبشن تاني. وده اللي يخلينا ان احنا يعني ايه نسال هو الزواج، وده كان في كتاب جميل قوي ممكن نبقى نتكلم فيه بعد كده مره تاني، هل الزواج عقد ولا عهد؟ عهد. الزواج عهد، والعهد طبعا احنا الزواج بتاعنا هذا سر عظيم اقول من نحو المسيح والكنيسه. المسيح عمل العهد مع الكنيسه بايه؟ بدمه. ده عهد دم. فالزواج ودي كلمه لازم تحطوها في ذهنكم، عهد دم. عهد يعني اللي بيوحدنا مع بعض الروح القدس. الروح القدس ده ما جاش غير لما المسيح اتصلب وقام وصعد وبعته لنا. يبقى الروح القدس اللي وحدنا ده عهد دم. عشان كده احنا في سر زيجة بنلبس الايه الزنار الاحمر ده، لان ده عهد دم. دم المسيح هو اللي وحده بالكنيسه، هو ده اللي تمن اعظم تمن عريس دفعه لعروسته دم المسيح. فاول نقطه لازم نحطها لما نوصل لحاره سد عشان نعرف بقى نفكر ايجابيا، الانفصال is not an option. لان nowadays زي ما قلت لكم وانا بعمل كده جوجل randomly اول first option عندهم كحل هو ايه؟ it's the easy way out. yeah. فضل. هو ده واحد بالظبط. يا فانا مش هينفع ان احنا امتى افكر او يبقى الانفصال هو الانفصال سمينا الاوبشن، لان احنا ما بقاش فعلا ان احنا ينفع ننفصل. هو خلاص احنا محتاجين حاجه واحده انا ونفسي. لو انا هفكر ان احنا 60 سنين وما بيناش حاجه واحده ساعتها هفكر في الانفصال، لان احنا يس احنا ما بنبنيش. حتى كمان مش هبقى عندي فكره بقى كل الكلام اللي اتقال، فكره ان انا اقبل ان انا اتكلم او هقبل الطرف اللي قدامي يتكلم او هقبل ان انا اتناقش، لان دلوقتي ما بقيناش واحد. Yes. كسرنا الوصية اللي احنا اخدناها في طقس التكليف. مش واحد دينا اتنين، فبقى مين اللي هيكسب؟ مين اللي هيمشي رأيه؟ مين اللي هيقتنع بكلام التاني او هيقنع التاني؟ مين؟ هو كل الكلام عبارة عن دايرة وحوار بين اتنين، بس مش دي الحقيقة. Yes. هو في الجواز واحد. واحد. Yes. ما بقيناش اتنين، فمش فتخيل ان الحديث يعني بيني ما بين نفسي. مش هطلب نفسي ولا هطلب نفسي. وده الانجيل لو انتوا فكرتوا في القرايات بتاعت السر الزيجة اللي بيقولوا عدد ده بالظبط، سواء احنا بنتكلم على سر البولس او الانجيل هو نفس الكلام. يعني الانجيل لما الفريسيين جم وسألوا المسيح اي حل للرجل ان يطلق امرأته لاجل كل سبب، المسيح ما قالش او لا، قال له انتوا مش بتفكروا، اما قرأتم من البيت ان خلقهما ايه ذكرا وانثى، فليس بعد ايه اثنين بل جسدا واحدا. لانه عشان كده ربنا خلق حواء من ادم، كان ممكن يخلقها لوحدها بس هو خلقها من ادم. ويجي القديس بولس الرسول يقول ان الراجل والست زي الراس والايه والجسد، لو فصلت الجسد عن الراس او الراس عن الجسد النتيجه واحده اللي هي ايه؟ موت، مفيش حياه.
فلازم يبقى المينتاليتي دي موجوده. الانفصال از نوت ان اوبشن، ده عهد وعهد دم، واللي موحدنا الروح القدس والذي جمعه الله لا يفرقه انسان. هل في تشالنجز؟ ميني تشالنجز. وزي ما بنقول كده، اليوم اللي انا ببتدي فيه ابني الشيطان بايه بيحاول يهد، مش بيهد، بيحاول يهد. يهد او لا ذاتس اب تو اس، واخدين بالنا؟ بس بيحاول يهد. فدي يبقى ايه تاني حاجه؟ اول حاجه افويد حاره السد دي، انا بقى دي حاجه تاني. تاني حاجه الانفصال از نوت ان ايه از نوت ان اوبشن، واخدين بالنا؟ لازم ان اتفق زي ما انتوا قلتوا كلكم كده ان احنا الاثنين واحد وما تسمعش. ودي حاجه يعني حاجه برضو يا ريت نخلي بالنا منها واحنا في حاره سد، يا ريت ما ندخلش طرف ثالث غير الكنيسه او حد الكنيسه هتريكومند. دخلت بابا ماما صاحبي صاحبتي، دخلت اي حد، الدنيا ايه هتبوظ اكتر. فبليز دو نوت يعني ايه ليت اني ون ايلس بات ذا تشيرش اور كونسلنج انفولف بليز، لان الدنيا مش هتبقى حاره سد بقى، دي بقى هتبقى حاره يعني هتبقى حاره سد وراها حفره وراها يعني ضحديره كتير يعني. لكن لازم نبقى ايه عارفين الموضوع ده. تاني حاجه عشان برضو for the sake of the time، it's okay to take a break، مش معناها ان احنا ننفصل عن بعض. it's okay to take a break but do not say goodbye. does that make sense? it's okay to take a break without saying goodbye. goodbye دي معناها ايه؟ goodbye يعني هنفصل، كلمة goodbye يعني خلاص space. لا يا جماعة، أنا break مش معناها break up، أنا ما قلتش break up. لا لا، أنا مش بقول سبيس يعني شهرين ثلاثة، أنا مش بقول كده. لا 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 اسبوع في كانكون، اسبوعين في هاواي، ثلاثه في يعني بالراحه كده. لا انا هوضح. لا، ما الموقف ده توقف على الشخصيات، لان ممكن موقف يكون بالنسبه لي انا صغير بالنسبه للناس تانية كبير. يعني ممكن مثلا ان جوزي ما بيساعدنيش في البيت، دي حاجه بالنسبه لي كبيره جدا، يعني دي حاجه عامله لي قلق. لكن بالنسبه لحد تاني اتس اوكي خلاص، يعني هو اتعود على كده. بس في حاجات كتير جدا يعني ايجابيه، I'll take it. ففي ناس عندهم مشكله صغيره نفس المشكله عند ناس تانية كبيره، فانا ما اقدرش اقول دي مشكله كبيره ودي مشكله صغيره، لان دي بتتوقف على الكابلز نفسه. لكن اقدر اقول لك على مقاس كبر او صغر المشكله بتتحدد الموضوع هيتحل ازاي. ف space let's not say a break, take a space, have a space without saying goodbye. And I'm taking a space علشان اجمع افكاري، ودلوقتي هنتكلم ازاي نجمع افكاري علشان to resume. انا باخد space علشان احل، مش باخد space علشان انا دماغي وجعاني. في فرق كبير يعني، في فرق انا واخد space علشان جالي صداع، وفي فرق انا واخد سبيس علشان اركز وافكر ازاي احل. ده اللي انا بتكلم عليه. واخدين بالنا؟ وير جود، عشان احنا قدامنا حاجات كتير. حاضر، في دول راجل اول اتفضل. انت سويتيها اوريدي، انت كده فهمنا خلاص، انت كده سويتيها.
لا بصي، دي حالة من الحالات. احنا انا لسه قايل من شوية ايه، التسامح او حل المشكلة بيتوقف على حجم المشكلة. يعني فمشكلة زي ما انت بتقوليها دي، ده يمكن الحاجة الوحيدة اللي الكنيسة اللي قالت فيها it's an option، يعني it's a right. يعني دايما نحب نقول في حكاية الانفصال لأجل خطية الزنا it's a right. Do I have the right to practice or not? Yes, I do. Do I have to practice it? No, that's up to you. ففي الحالة زي كده هيخش غالبا طرف ثالث وهيكون الكنيسة الأول أو counseling. لكن لو أنا بحاول وقبلت اللي قدامي لكن هو أو هي مصممين إن راحتهم في حتة تانية، لا الكنيسة طبعا بتتدخل وبتقول you have the right to break up، تنفصل. بس that's the only exception يعني. لكن زي ما انت قلتي، حتى في بعض الحالات الناس بتقبل الآخر وبتقول كانت نزوة وكانت غلطة، أنا تصرفت نتيجة إن أنا كنت في حارة سد وكنت غضبان وعملت قرار يعني غلط، بس بليز يعني accept me back whether الزوج أو الزوجة. وفي ناس بتكمل طبعا محدش بيعرف عنهم حاجة، بس في بيوت كده يعني. فيبقى أول حاجة هنحاول نأفويد الحارة السد. تاني حاجة حصلت الحارة السد، يبقى أول حاجة أنا قاعد عشان أحل. عشان أحل أول حاجة انفصال is not an option. تاني حاجة I need a space. You have to have a space. كل الكتب بتاعت psychology والcounseling قالت كده، لازم to have a space. لو اتكلمنا مع بعض وكل واحد شايف التاني زي ما قلنا قبل كده بقى، ده مليان عيوب ودي مليانة عيوب، وده هو اللي مطهقني ودي اللي مطهقاني، وهو ده سبب غضبي ودي سبب غضبي، ده الفرستريشن سورس ودي الفرستريشن سورس، she is my biggest stressor and he is my biggest stressor. لو اتكلمنا مع بعض واحنا في الحالة دي هيحصل ايه؟ الحارة هتتسد اكتر يعني، هيبقى الشارع كله مسدود، مفيش way out. خدين بالنا؟ ف it's very much and it's highly recommended ان احنا نتفق مع بعض الحكاية السبيس ده، يعني where to go and how. ممكن نكون واحنا في البيت، that's okay. مش لازم نروح حتى يعني، مش لازم كنكون يعني، مش لازم هواي يعني. مش لازم يعني فيها. وياريت برضو ما يكونش السبيس ان انا طيب انا رايح عند ماما بقى، انا واخد السبيس بتاعي عند ماما. ده مش ما ده سبيس بلا رجعة يعني، ده سكة اللي يروح ما يرجعش دي. كده saying goodbye بالظبط كده. فافترضنا ان انا خلاص I eliminated the separation option. انا I realized ان احنا محتاجين space. وانا في السبيس بدأ هعمل ايه؟ دي مهمة جدا. خدي بالنا؟ هقول لكم على بعض الحاجات، ولو في حاجة انتوا عندكم يعني عايزين تزولوها البروسيس دي، اهم حاجة في الموضوع كله يا جماعة. ان انا في السبيس ده عشان ارجع بطاقة إيجابية وحل، هفكر إزاي؟ أول حاجة هصلي، لازم أصلي، لأن زي ما حضرتك قلت لازم هبتدي بالتسامح، والتسامح ده قدرة إلهية وليست قدرة بشرية. لو حد فاكر إن هو لوحده يقدر يسامح، وأنا أولكم بقول دي صعب. عشان أسامح دي محتاجة قدرة إلهية. وعلى فكرة التسامح هي إرادة مش قدرة. يعني إيه؟ يعني إحنا كلنا قادرين نسامح، لكن هل كلنا عندنا إرادة نسامح ولا لا؟ ده سؤال. كلنا عندنا القدرة. المسيح ما ينفعش يقول لنا كلنا سامحوا ومش مديك القدرة، يبقى كده ربنا إيه؟ not fair. فطالما ربنا قال سامح يبقى أنت عندك القدرة أنك تسامح. انا بقى عندي اراده اسامح ولا لا، ده سؤال كل واحد واحده يساله نفسها. يبقى اول حاجه هصلي، هقف كده واقول له يا رب اديني الحكمه، يا رب اديني التسامح، يا رب اديني القوه ان انا احتمل وايه واصلح البيت بقوتك. دي مهمه جدا. تاني حاجه المينتاليتي بقى، انا مختلف مع مين؟ نقعد كده مع بعض، انا مختلف مع مين؟ مين اللي انا مختلف معاها او مين اللي انا مختلف معاه؟ ده مين؟ ده زوجي، ده زوجتي، ده حبيبي، ده حبيبتي، ده المفروض ان احنا الاثنين واحد، ده احنا اللي يعني قضينا مع بعض ايام حلوه جدا جدا جدا، ده ما يهونش عليا، دي ما تهونش. نرجع للايه؟ للاصل. عارفين لما السيد المسيح قال لملاك كنيسه افسس
قال له ارجع لمحبتك الايه الاولى. قال له انت بتعمل وبتسوي كذا وكذا اعمالك وصبرك واحتمالك وكل الحاجات دي، لكن عندي عليك انك تركت محبتك الايه الاولى. من ضمن الريسيبي اللي ربنا قاله للشخص ده علشان يوصل للمحبة الاولى، قال له عليك انك تعمل الاعمال الايه الاولى. ساعات احنا المحبة الاولى اللي بينا بتفتقد لان احنا بطلنا نعمل الاعمال الاولى. يعني كنا ساعات بنخرج نتفسح مع بعض، ساعات كنا بنصلي مع بعض، ساعات كنا بنجيب لبعض هدايا، ساعات كنا بنشكر في بعض ونكمبلمنت وان انذر. الحاجات دي بقتش موجودة. هتفتكروا المحبة الاولى هتفضل زي ما هي؟ absolutely not. فعشان ارجع للمحبة الاولى لازم اعمل الاعمال الايه الاولى، ودي خطوة المسيح هو اللي حطها. طبعا هو كان بيتكلم spiritually but that goes for all relationships. يبقى هصلي، هقعد في دماغي ده جواز، ده عهد وعهد دم، وما ينفعش ان احنا ننفصل. ده جوزي، دي مراتي، ده حبيبي، دي حبيبتي، ما ينفعش نعيش برا بعض او بعيد عن بعض. ونفتكر الاعمال الاولى. تالت حاجة الاتضاع. الواحد ايه يتضع. No pride. مصلحتي ولا مصلحة البيت اهم، بالذات لو في اولاد وبنات. كتير جدا جدا من البيوت للأسف بيحصل فيها انفصالات علشان انا باصص على ايه، على نفسي فقط. البروسيس ده يا جماعة مش بقول ان ده سهل ان انا امشي بده، بس لما هبتدي بالصلاة استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. فانا اول حاجة انفصال is not an option. I need my space علشان نصلح مش عشان عندي صداع. في السبيس ده وانا قاعد في الحتة دي اول حاجة هقف اصلي وتضرع لربنا، يا رب اتدخل بمعونة الهية. تاني حاجة في البروسيس دي، ده عهد مش عقد، انا وهي واحد، هو وانا واحد. احنا يعني احنا قدنا يعني فترة الطوبة جميلة جدا، وهي دي اللي كنت بحلم بيها في يوم الايام، وهو ده اللي كنت بحلم بيه في يوم الايام، وده اللي انا شاكر عليها ربنا، ودي اللي انا شاكر عليها ربنا. لازم نصلح. تفتكر بقى ايام زمان، المحبة الاولى. تالت حاجة no pride. تالت حاجة مصلحة البيت مش مصلحتي. رابع حاجة الابدية. ساعات احنا في الاختلافات بننسى خالص موضوع الايه السماء. يعني المشكلة بتبقى يعني واخد حيز من التفكير جوايا، انا ناسي السماء، انا ناسي الهدف الاساسي بتاع حياتي. اللي احنا بنعمله ده هيوصلنا للسماء؟ لا، يبقى ما ينفعش. اللي احنا بنعمله ده هيوصل ولادنا وبناتنا السماء؟ لا، يبقى طب انا ايه اللي انا بعمله ده؟ ده انا كده بضحي بابديتي علشان ايه؟ علشان الايجو بتاعي. انا بضحي بابديه علشان الايجو. طب ما الايجو ده في يوم من الايام هيدفن في التراب. طب الابديه فين؟ السماء. كتير جدا ولازم نبقى نعرفين اول common ground بيننا وبين بعض كازواج وزوجات هي السماء. لو مش هو ده اول common ground بيننا وبين بعض هنختلف كتير جدا. السماء هي من الحاجات القوية جدا اللي ممكن تجمعنا دايما واحنا مختلفين. ساعات بنبقى فاكرين ان احنا خلاص we lost all the common grounds بيننا وبين بعض. لا، the first and most important common ground بيننا وبين بعض as husbands and wives السماء. ثالث حاجة او خامس حاجة، نفكر في الاوقات الحلوة. يعني ممكن نطلع صور الفرح، الخطوبة، صور رحلات رحناها مع بعض، صور كده خدناها دينر كنا مع بعض، انيفرسري كنا خرجنا مع بعض وقضينا وقت جميل، فيديوهات، فيديو كليبس، whatever يعني. فالحاجات دي ايه يعني تخلي الواحد يفكر ايجابيا شوية، مين اللي انا بخسره ده؟ وبعد كده افكر بكل اتضاع بقى، طب ما يمكن وجهة نظر اللي قدامي صح. ما احنا قلنا ما فيش برايد بقى، ما يمكن وجهة نظر اللي قدامي صح. ده لو انا بفكر في مصلحة البيت، بفكر باتضاع، وبفكر في الابدية، وبفكر في الطرف اللي لا يمكن هخسره لان ده واحد معايا. شايفين البروسيس ماشي ازاي؟ نقوله تاني. يبقى اول حاجة انا ايه، الموضوع الانفصال is not an option. تاني حاجة I'll ask for a space علشان احل مش علشان
عندي صداع. تالت حاجة البروسيس دي بقى، أول حاجة في البروسيس دي هبتديها أنا هصلي، وبعد كده أفكر مع نفسي أنا مختلف مع مين. الزواج عهد وليس عقد، دي مراتي وده جوزي وإحنا حبايب بعض ولا يمكن نستغنى عن بعض. أنا مين اللي بجرح فيه ده؟ ليه إحنا بنعمل في بعض كده؟ No pride، مصلحة البيت أهم من مصلحتي، الأبدية فوق كل حاجة. نطلع ونفكر في الأفكار الحلوة اللي قدناها مع بعض، وبعد كده إيه نشوف وجهة الآخر، ما يمكن دي إيه، ما يمكن دي صح. واضحة البروسيس دي؟ anything you wanna add في البروسيس دي؟ رانا ده الافويدنج، ده الافويدنج حاره السد عشان المرض ما يتوغلش ويكبر وساعتها حله هيبقى اصعب هيوصل لنتيجه اوحش. فهي نفس الفكره، احنا لازم نعمل تشيك اب مع بعض في حته ان احنا نتكلم كل فتره نقعد ايه اللي مضايقك مني ايه اللي مضايقك مني وهكذا. اي ثينك ده هيساعد كتير طبعا. يعني اكيد ما هو ده اللي انا بقوله، بس هو بس المعلومه هو الدكاتره بيعملوا كده عشان ياخدوا فلوس من ميديكال مش اكتر يعني. انا ام جاست كيدنج عشان نصحصح الناس بس يعني ما ده اللي هو افويدنج الحرس سد في الاول. يس بعد ما خلصت البروسيس بقى دي النقطه الثالثه البروسيس. فالانفصال از نوت اوبشن، اي توك ا سبيس، عملت البروسيس دي، هنتكلم بقى. فعشان نتكلم اول حاجه، عشان نتكلم بعد ما المفروض ان انا هديت بعد ما صليت وفكرت بالتفكير ده شيز اوكي. فبعد ما انا صليت وفكرت المفروض ان انا فكرت بطريقه باللي قدامي وعايز اصلح، اختار الوقت المناسب المكان المناسب. يعني ما ينفعش ان انا واحنا ماشيين في العربيه مثلا ورايحين عند حد وعزومه وقررت ان احنا نتكلم في الموضوع دلوقتي من العزومه باظت. فيبقى في وقت مناسب ومكان مناسب. وتالت حاجة مهمة ان انا قبل ما اتكلم احط ايدي على المشكلة. مشكلتك مش جوزك ومشكلتك مش مراتك، المشكلة هي البروبلم اللي بينكم وبعض. ليه انا بقول كده؟ لان ده معروف ان انا لو ما حطيتش ايدي على المشكلة اللي قدامي مين هخبط فيه؟ الطرف التاني. واخدين بالنا؟ فانا لو ابتديت اضرب في الطرف الثاني، الطرف الثاني هيعمل ايه؟ دايركتلي سبيكينج يعني مباشره كده، لما بتضرب في حد هيعمل ايه؟ هيدافع. هتضرب هضرب، عين بعين وسن بسن والبادي اظلم بقى. يعني انا كنت فاكره جاي تصلح، طب خد بقى. واخدين بالنا؟ نعم. ما انا قلت لك ونسمع الكلام بقى، ما قلت لك هي ما فيش فايده، هي ما فيش حل، كل واحد يروح لحاله وخلاص بقى ونربي العيال ومش على الكلام بقى لايه ابن. فلازم وقت مناسب مكان مناسب وتحط ايدك على. والمشكله يا جماعه ممكن تكون as simple as way of communication. المشكله ممكن تتحل بان انا اتضع شويه، ان انا بطل العند شويه، ان انا اسامح عشان انا حابب. وساعات بنحب بس انا عند، يعني وانا حابب اللي قدامي بس انا عنيد، اقبليني كده بقى، ده مش صح. عشان انا بحب لازم اتغير. والمسيح عمل كده يا جماعه. المسيح لما حب هو نفسه اخذ ايه؟ اخلى ذاته واخذ صوره ايه؟ عبد صائرا شبه الناس. دي مش طبيعته خالص.
لكن هو اتغير علشان مين؟ علشان عروسته، عشان الكنيسة. فلما نيجي بقى نحط مكان كويس ووقت كويس واحنا قاعدين كده وفي intentions كويسة وعرفنا المشكلة، المشكلة يعني whatever it is هنأتاك the problem. كل واحد طبعا الأول بيقول أنا معلش أنا غلطت في كذا كذا كذا، وهي بتقول أنا غلطت في كذا كذا كذا، زي ما كوكي قالت هم الطرفين، خدين بالنا. وبعد كده كل واحد يقول بس أنا كانت وجهة نظري كذا، طب وأنا وجهة نظري كذا، طب إيه الحل اللي في النص؟ ولو ما وصلناش لحل في النص والدنيا هتبتدي، طب لأ لأ خلاص مش عايزين نرجع لكده، طب إيه رأيك نروح نكلم فلان، سواء therapist, counselor أو أب كاهن، لو مش عارفين نوصل لحلول وسط، بس ما نرجعش لورا. يعني أنا لو ابتديت الحوار ده ومش عارف أوصل لحل وسط، طب خلينا على كده حبايب، نشكر ربنا وصلنا للخطوة دي، ناخد معاد من فلان ونقعد إيه نتكلم ونلاقي حلول وسط. واضحة كده؟ الحاجة اللي مهمة بعدها اللي يمكن إحنا خسرناها في الأول، إنه يبقى عندي تراست إن اللي قدامي هيكمل. واضحة دي؟ لأن ساعات إحنا إيه بعد المشاكل دي الحارة السد وبعد ما خربشنا في بعض كتير، إن إحنا بنبقى إيه داخلين يعني رجل قدام ورجل ورا. ده ما ينفعش، لازم يكون full trust ونسيبها على ربنا. أسوم ده جود فيث، أنا داخل، وخصوصا طبعا مش بتكلم على اللي دولاجي قالت عليه، لو ده لو في يعني حد شايف راحته في حتة تانية مش ده اللي أنا بتكلم عليه، لكن أي حاجة تاني trust اللي قدامك إن هو داخل علشان يحل، وtrust ربنا اللي قادر يحل، ربنا قادر يعني. حاضر هيخلي بس يقول دلوقتي فضل. لا لا ما ده الانفصال وخلاص، بعد ما ده رقم واحد. يس يس يا ريت، احب قوي مكالمات التليفون دي. يعني انا غالبا اللي بيحصل هو نشكر ربنا في الاخر بتنهي يعني ان احنا بنحاول نصالح، لكن اول ما بتيجي المكالمه الاب كاهن ابونا انا عايز اقابلك خير، لا خلاص مش طايقه عايزين ننفصل. مش ابس يعني، لو انا لو انت عايز مش انت جاي تو ذا رونج بيرسون، انا مش بتاع انفصال، هتيجي نحل او هتيجي نحل اهلا وسهلا، عايز تنفصل اديك نمره فلان تكلمه يعني بس. يعني لكن لو حد اتصل بيا زي ما انت بتقول كده بيقول ابونا احنا قعدنا بس عايزين ارشاد قدسك مثلا نوصل لحل، يا سلام يا ريت كل مكالمات تبقى كده. فهو ده الانتنشن صح يا ابونا او فلان، يا ممكن يبقى كونسلر ثيرابيست يعني اي حاجه، انا رايح علشان انفصال ودي اول حاجه نار ان اوبشن، انا داخل علشان احل. احنا عملنا رقم واحد واثنين وثلاثه ومعصلجين شويه في اربعه، عايزين حد ايه ليزق، لان ساعات برضو ممكن في بعض الاطراف هو اتضع او هي اتضعت بس عايزه حد ايه يعني تيجي من حد طرف ثالث، مش عايز التنازل يبقى كله من عنده، عايز حد طرف ثالث هو اللي يقول طب خلاص علشان خاطر ابونا، يعني هو بقى مش عايز هو اللي يتنازل كل حاجه. فدي برضو بقى فيها حته ايجو شويه، محتاجه طرف ثالث يخش ايه يبوش فيها كده يعني. واضحه كده؟ ما ده بقى انا بس مش عايز ادخل في كل حاجه يعني، دي ا هول ديفرنت ليكتشر بقى، هاو تو توك وين يو كوميونيكيت. يعني هقول لكم حاجه بس من رامز قصده عليها، وين يو كوميونيكيت وانت بتتكلم بي اسيرت بقى، يعني اي بدل ما تقول انت اهنتني وانت شتمتني وانت غلطت، ممكن سمبلي تقول انا اي فيلت ديسريسبكت. لان لو انت اتهمتي او انت اتهمت انت شتمت انت كذا انت كذا، على طول ما دي كده ايه طخ 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 رصاصه ورا الثانيه ورا الثالثه، اللي قدامك هيعمل ايه؟ لا انا ما شتمتش، وانت ياما شتمتين وياما شتمت وطخ بقى. لكن لو قلت انا اي فيلت
disrespected. انا شعرت ان انا يعني ما احترمتش في الموقف ده. فاللي قدامك على طول هيقول ايه، طب شعرتي كده ليه؟ ايه اللي خلاك تشعري بكده؟ او ايه اللي خلاك تشعر بكده؟ الرياكشن هيختلف. لكن لما انا ابتدي انت عملت وانت عملت وانت عملت وانت عملت وكل اللي احنا فيه ده بسبب اللي انت عملته، طب ما هو اللي قدامك لازم هيدافع. فبرضه واحنا بنتكلم، بس that's a whole different topic، يعني how to communicate. ان وتالي ابونا بولس مره ما كان معانا لما المؤتمر كلمنا على الموضوع الكوميونيكيشن، ما نقاطعش بعض، كل واحد يكسبريس هيز اور فيلينج، ما نجيبش اللوم على، يعني في كده بيسموها اديب او اداب الحديث او ethics بتاعت الكوميونيكيشن. يعني كوكي بتاع تقولي حاجه بالظبط. ودي كانت الاخر نقطه اكشلي. يا اتس ا فيري جود امبورتنت بوينت يعني اللي بتقولها كوكي دي. ويا ريت ده في كل مناقشاتنا، يا ريت مناقشاتنا ما يكونش هدفها انا عايز اثبت ان انت غلطان، انا عايز اثبت ان انا صح وانت غلطانه، وعايز اثبت كده واكد لك ان انا بفهم احسن منك. واخدين بالنا؟ لو الحوار ماشي كده تأكدوا ان احنا مش هنوصل لحل كده، دي هنوصل لحر السد تاني. كأني كده رجعت ورا شوية، عملت يوترن ورجعت لنفس الحر السد. عارفين لما نخش في كول دا ساك كده، كأني دخلت عند كول دا ساك، لفيت لفة وصلت له تاني وعمل لف. فياريت لما نتحاور مع بعض بعد البروسس اللي احنا قلناها دي، ما يكونش هدف الحوار ان اطلع نفسي صح واللي قدامي غلط، وهتتحل بالطريقة دي. لكن أرجع وأقول يا جماعة تأفويد الحاجات دي كلها، أول حاجة إن لم يبني الرب البيت فباطلا تعب البناؤون. لو في اتضاع المواضيع هتتحل، لو ما فيش عند من طرف واحد المواضيع هتتحل. لو أنا عارف إن أنا ومراتي أو أنا وجوزي إحنا الاتنين واحد وما نسمحش لأي حاجة من برة تفصل بينا، المواضيع هتتحل. لو انا عارف، ودي نقطه مهمه، ان انا في العلاقه دي علشان الاخر مش عشان نفسي انا. ساعات ناس كتير قوي بتتجوز علشان ايه؟ عشان راحتها هي. الجواز ده مش جواز مسيحي، الجواز المسيحي المسيح للكنيسه والكنيسه للمسيح. الجواز المسيحي هو I am in it for the other, I'm not in it for myself. هو ده الجواز المسيحي. فلو احنا ماشيين بالمنطلق ده وبالمنطق ده، صدقوني ولا اتخن ولا اكبر مشكله تقدر علينا خالص. زي ما قلت لكم في الاول، اليوم اللي انا ببني فيه الشيطان بيحاول يهد او ما يهدش، that's my choice. مش عايز اخركم عن كده، اتفضلي يا جوراكي. ودي الآية أنا أحب حلوة أول اللي أنت قلتها دي دولاجي، إن كان لكم إيمان مثل حبة الخردل تقولون لهذا الجبل ينتقل فينتقل. الجبل ده ممكن نفسره بحاجة، ممكن الجبل تبقى خطية ضعف، وممكن تبقى مشكلنا في حياتنا العائلية. جبل إحنا شايفينه جبل وسادد الحار، لكن بالإيمان وبالصلاة بتتحرك. ده لو عندنا إيمان وعندنا، أنا هختم بس بكذا آية قالها القديس بولس الرسول في أفسس 4. الآيات دي مهمة جدا، ويعني فيلسوف عظيم جدا القديس بولس الرسول بيقول ايه.
هو يعني بيقول ايه؟ بيقول لذلك اطرحوا، ده في افسس 4:25، بيقول لذلك اطرحوا عنكم الكذب وتكلموا بالصدق كل واحد مع قريبه، لاننا بعضنا اعضاء بعض. اغضبوا ولا تخطئوا. كتير جدا بنوصل في حارات سد علشان احنا واحنا غضبانين بنغضب بقى بالكلام بالكتابة. بقت سهلة جدا جدا، واحد غضبان وقاعد بيفكر وعمال يسخن نفسه وعمال تسخن نفسها وكتبت رسالة او كتب رسالة وسند. طبعا انا لما اكتب الرسالة دي وانا غضبان وفرستريتد وشايف كل حاجة غلط وشايف كل عيوب الاخر وكتبت الرسالة دي، تفتكروا الرسالة دي هتكون ايه مثلا؟ زكسولوجية في اللي قدامي؟ هتكون ايه الرسالة دي؟ يعني لكم ان تتخيلوا. طب الطرف الثاني هيعمل ايه؟ زكسولوجية تانية؟ تبقى اربع ناقوس بقى برابع. فاغضبوا ولا تخطئوا ولا تغرب الشمس. انا بقول لكم حاجات لو عملناها حرس سد دي عمرنا ما هنوصل لها. لا تغرب الشمس على غيظكم. انتوا قلتوا قبل كده ساعات بنوصل لحرس سد لان في تراكمات. واخر حاجه يقول ولا تعطوا لابليس مكانا، اللي احنا كنا بنقولها بالبلدي كده بالعربي اخزي الشيطان. فاخزي الشيطان دي يعني ايه؟ يعني ما تديش للشيطان يوسع الفجوة بينك وبين زوجتك أو بينك وبين زوجك. أول ما احنا أول بأول بقى في كوميونيكيشن وصلة، وان انا بالمنطلق بتاع I'm in it for the other، ان احنا ده عهد مش عقد واحنا واحد. طول ما كل الحاجات دي موجودة عمرنا ما هنوصل لحالة سد. لكن لو حصل ووصلنا زي ما احنا قلنا بقى من شوية نعمل ايه علشان نطلع منها. تالي كفايه كده عشان تالي لازم نعمل تمجيد، فمش عايز اخركم. اتفضلي يا رنا. من اهم الحاجات اللي لازم تعرفين يبقى حاطينهم في دماغهم وهم بيتكلموا، لما يكونوا في حرسه بيقرروا يتكلموا، ايه التارجت للقعده دي؟ بمعنى انه انا حتى لو حد طرف واحد المفروض يبدا بانه يقول انا قاعد النهارده علشان في بيت، في ولاد، في بيت، مصلحه البيت. ما ده اللي احنا قلنا في الاول، مصلحه البيت. طبعا هو ده جزء من البروسيس، ان مصلحه البيت مش مصلحتي، وده لازم يكون واضح قدامنا قبل ما نتكلم. يعني اني كويشنز؟ بلاش نصلي. اي هوب ان احنا عندنا وقت للاسئله، بس عشان نعمل تمجيد للعذراء ممكن نبقى نخلي الاسئله مره تانية وفي موضوع تاني. يعني Thank you.